مرحلة خطيرة جدا جدا يعيشها أغلب سكان العالم دون أن يشعروا بذلك. هذا المرحلة اللي نسموها مرحلة بخي ديابيتيك، أو ما تسمى بمقاومة الأنسولين. معناه هذا الشخص، هذا الإنسان، راه مستعد وراه جاهز حتى يصبح من مرضى السكر. ما معنى مقاومة الأنسولين؟ ما معنى بخي ديابيتيك؟ ما معنى الأنسولين؟ سنجيب عن ذلك كله ونبين ما يتعلق بهذا المرض، مرض السكر ومرحلة بخي ديابيتيك أو مقاومة الأنسولين في هذا الفيديو. لذلك فيديو مهم جدا جدا لصحتك، خليكم معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد عدد ما صلى عليه المصلون. اللهم صل وسلم على نبينا محمد عدد ما تغافل عن الصلاة عليه المتغافلون. أسأل الله عز وجل أن يسعدكم جميعا في الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا. طيب، بينت الدراسات وأكدت الدراسات الحديثة أن 65% من سكان العالم، لاحظ 65% من سكان العالم يعيشون مرحلة مقاومة الأنسولين، أو ما يسمى ببخي ديابيتيك. بخي ديابيتيك معناه هذا الشخص اللي راه يعيش هذه المرحلة راه جاهز وراه مستعد باش ينتقل للمرحلة الثانية، حتى يولي من مرضى السكر، يولي مصاب بمرض السكر، مرحلة بخي ديابيتيك أو ما تسمى بمقاومة الأنسولين. طيب، هذه المرحلة ما هي الأعراض تاعها؟ كيفاش نعرفوا بلي الإنسان راه في مرحلة بخي ديابيتيك؟ كيفاش نعرفوا بلي الجسم تاعو راه يقاوم الأنسولين؟ طيب، ما هي الحلول تاعها؟ كيفاش يتخلص منها؟ هل ممكن التخلص منها؟ ما هي العلامات تاعها؟ طيب، قبل ما ننتقلوا لهذا الأمور نبدأ خطوة خطوة. أول حاجة، ما هو الأنسولين؟ الأنسولين لما نقول مرض السكر نقول يدير الأنسولين، مرض السكر يأخذ إبر الأنسولين. شو الأنسولين؟ طيب، الأنسولين هو عبارة عن هرمون موجود في جسم الإنسان. هذا هرمون موجود في جسم الإنسان. من يجي؟ من أين يأتي هرمون الأنسولين في جسم الإنسان؟ تفرزه ولا يفرزه البنكرياس، لا جلوند، غدة البنكرياس هي التي تفرز الأنسولين. إذا نبدأ خطوة خطوة. الأنسولين هرمون تفرزه البنكرياس. طيب، لماذا تفرزه؟ شي يدير؟ ما هو الدور تاع الأنسولين هذا في جسم الإنسان؟ علاه البنكرياس تفرز الأنسولين في جسم الإنسان؟ طيب، البنكرياس تفرز الأنسولين في جسم الإنسان حتى يقوم بدوره. ما هو دور الأنسولين؟ هذا الأنسولين شي يدير؟ يأخذ السكر من الدم وينقله إلى الخلايا ولا يدخله داخل الخلايا. نعرف الخلايا، جسم الإنسان مكون من خلايا، مجموعة خلايا. هذه الخلايا الموجودة في جسم الإنسان تحتاج إلى طاقة، وهذه الطاقة من تأتيها؟ تأتيها من السكريات. والسكريات شكون يجيبهم للخلايا؟ يجيبهم الأنسولين. إذن الأنسولين هرمون تفرزه البنكرياس، يقوم بنقل السكريات، يأخذ السكريات من الدم ويدخلها داخل الخلايا حتى تقوم الخلايا بوظيفتها وعملها الحيوي. شيء مهم، رانا عرفنا الأنسولين شو هو وشو العمل تاعو. هذه في الحالة العادية، لما يكون الإنسان عادي طبيعي مش مريض، عنده كميات من الأنسولين تنقل له كميات من السكر من الدم وتدخلها داخل الخلايا حتى تقوم الخلايا بدورها ووظيفتها الحيوية. طيب، الإنسان احنا نعرف الإنسان يأكل ويكثر من الأكل. إذا أكثر الإنسان من الأكل وأكثر من السكريات وأكثر من النشويات، شي يصرى؟ يرتفع السكر في جسم الإنسان، ترتفع السكريات في جسم الإنسان، وبالتالي يزداد وزنه. إذا كثر السكر بزاف وتناول السكريات كثيرا والنشويات كثيرا يزداد وزنه. شي ولي يدير الأنسولين اللي هدرنا عليه؟ الأنسولين يولي يخدم بزاف،
ينقل السكر ويدير الخلايا، ينقل السكر من الدم ويدير الخلايا. على لانه عندك السكر بزاف في الجسم تاعك، الانسولين يولي يدي السكر من الدم ويديه للخلايا، يدي السكر بزاف ويكثر، تكثر عمليه الانسولين لنقل السكر من الدم الى الخلايا. شيء يصرى؟ الخلايا تولي ترفض، تتوسوس الخليه، الخليه تتوسوس، تقول لك راك تجيب لي السكر بزاف، وبالتالي تحسب هذا السكر اللي راه يجيبه لها الانسولين تحسبه شيء مضر، وبالتالي ترفض، تمتنع الخليه عن استقبال السكريات من عند الانسولين. علاه؟ لكثره الانسولين يولي يجيب بزاف. علاه؟ لان السكر كاين بزاف في جسمنا. هذه المرحله رفض الخليه لادخال السكر بداخلها من عند الانسولين نسموها مرحله مقاومه الانسولين. الخليه تقاوم ادخال السكر اليها من عند الانسولين، واللي هي نسموها مرحله بخي ديابيتيك. هذه الخطوه الاخيره اللي بعدها نولوا مرضى بمرض السكر. هذه مرحله بخي ديابيتيك اذا طالت هذه الفتره ولم يشعر بها الانسان ولم يعالج نفسه ولم يدارك امره، مباشره بعدها يولي مرضى ويولي مريض من مرضى السكر، عافانا الله واياكم. طيب، قد يقول قائل كيف نعرف ان الانسان، كيف نعرف ان الانسان راه في هذا المرحله؟ كيفاش نعرف؟ ما هي العلامات التي نعرف بها ان الانسان يعيش مرحله بخي ديابيتيك او مرحله مقاومه الانسولين؟ طيب، كاين علامات يصدرها الجسم ولا اشارات يفرزها الجسم باش يقول لك باللي راك في مرحله بخي ديابيتيك ولا مرحله مقاومه الانسولين. طيب، العلامات والاشارات، العلامه الاولى الجوع الشديد والمتكرر. الانسان يولي يجوع بزاف، يولي يحب ياكل بزاف ومتكرر، ياكل يشبع ابري 10 مينيت 15 مينيت يحب يجوع، يحب يجوع، يبغي ياكل الحلويات السكريات. الجوع المتكرر هذا اشاره ولا علامه على انك في مرحله مقاومه الانسولين ولا مرحله بخي ديابيتيك. طيب، العلامه الثانيه ثبات الوزن. صيبوا الانسان يزن مثلا 60 كيلوغرام وصيبوه يدير الرياضه وياكل بانتظام والاكل تاعو متنوع، لكن الوزن تاعو ما يزيد ما ينقص، ثبات الوزن وعدم الزياده وعدم النقص، هذه اشاره ولا علامه على ان الانسان يعيش مرحله مقاومه الانسولين ولا مرحله بخي ديابيتيك. طيب، عند النساء مشكل ولا مرض تكييس المبايض. تكييس المبايض، تكييس هذاك الذي يقع في مرحله تكييس المبايض، في هذا قلنا هذا تكييس المبايض علامه ولا اشاره على ان المراه راهي في مرحله، غالبا ماشي دائما بعد التاكد من علامات اخرى، تكييس المبايض اشاره ولا علامه ان المراه راهي في مرحله بخي ديابيتيك ولا مرحله مقاومه الانسولين. العلامه المهمه كذلك الزوائد الجلديه، تخرج زوائد جلديه غالبا تكون في الوجه ولا الرقبه ولا اسفل الابط، ابط تحت الابط، زوائد جلديه كي شغل هكا جلده زايده تخرج، تشبه للثلاليه، مش ثلالي بصح تشبه للثلالي، جلده خارجه تخرج في الوجه ولا في الرقبه ولا تحت الابط كما ساوضح لكم في الصوره. هذه اشاره ولا علامه ان الانسان راه في مرحله مقاومة الأنسولين. كذلك من علاماتها ضعف الذاكرة ولا حتى الزهايمر. ضعف الذاكرة وكثرة النسيان والزهايمر إشارة ولا علامة أن الإنسان يعيش مرحلة ولا فترة بخي ديابيتيك ومقاومة الأنسولين، وأنه سينتقل إلى مرحلة مرض السكر. طيب، هل من الضروري أن الإنسان إذا كان في هذا المرحلة، مرحلة مقاومة الأنسولين ولا بخي ديابيتيك، بالضرورية ينتقل إلى مرض السكر؟ لا، إذا دارك الإنسان الأمر واتخذ التدابير المناسبة وعرف كيفاش يقي نفسه ويعالج نفسه لن ينتقل مباشرة إلى مرض السكر، وإنما سيعافى ويشفى. لذلك لما قلنا في البداية 65% من سكان العالم يعيشون هذه المرحلة، مرحلة بخي ديابيتيك، ليشعر بها ودارك الأمر سيشفى ويتعالج من هذه المرحلة ويرجع عادي، لما داركش الأمر وما عالج نفسه وما اتخذش تدابير ينتقل إلى مرحلة مرض السكر. الآن شيء مهم، لما الإنسان يكون في هذا المرحلة،
لما يكون في هذا المرحله، مرحله مقاومه الانسولين، الجسم تاعه او بالضبط الخلايا تاعه تقاوم الانسولين وترفض ان يدخل اليها السكر، لما تكون في هذه المرحله ماذا يحدث؟ ما هي الاشياء الاساسيه التي تحدث؟ طيب تحدث اشياء كثيره، من بين الاشياء المهمه اللي تحدث اول حاجه، احنا قلنا باللي الخليه تحتاج الى طاقه، تحتاج الى وقود، تحتاج الى وقود باش تقوم بالعمل تاعها والوظائف تاعها. هذا الوقود اللي تحتاجه قلنا هو السكر. وفي هذه المرحله اللي راه فيها الانسان، مرحله تدخين ديابيتيك، راهي رافض الخليه انه يدخل اليها السكر. وبالتالي تقعد الخليه بلا سكر. شدير الخليه تولي ترسل اشارات، ترسل اشارات للانسان تقول له زيد كل السكر، ما فيكش السكر، هو راه معمر سكر وراه فيه سكر، لكن الخليه لما راهي رافضه لادخال السكر اليها من طرف الانسولين ترسل اشارات للانسان تقول له كل السكر، ما فيكش سكر، خاصني السكر. يبدا الانسان يجيه ذاك الشعور تاع محبه الاكل والاكثار من الاكل والاكثار من السكر. علاه؟ لانه راه في مرحله مقاومه الانسولين. الخليه ترسل اشاره للانسان تقول له كل الحلويات وكل السكر لانك راك بحاجه الى سكر. الشيء الثاني اللي يحدث كذلك، الخليه راهي رافضه ادخال السكر، ترسل اشاره للانسان تقول له كل السكر، كما انها ترسل اشاره اخرى للبنكرياس، ترسل اشاره للبنكرياس تقول له يا البنكرياس اصنع الانسولين باش يجيب لي السكر. هو الانسولين كاين والسكر كاين، لكن لما كنا في هذا المرحله ترسل الخليه اشاره للبنكرياس تامره ولا تطلب منه انتاج الانسولين، وبالتالي شي يدير البنكرياس ينتج كميات كبيره جدا جدا من الانسولين لتنقل السكر، وبالتالي يولي عندك فائض في السكر وفائض في الانسولين، ومع ذلك الخليه ترفض لانه ظنا منها انه ذاك ماشي ذاك السكر، لانه ليس سكر، وظنا منها انه شيء اخر، او ان ذاك السكر اللي يكون في جسم الانسان يكون سكر مركز، تنمو السكريات بزاف يولي سكر مركز ولا سكر توكسي كما يقال، ترفض ادخاله، وبالتالي تحوس على سكر اخر جديد، وبالتالي يولي بنكرياس يفرز كميات كثيره من الانسولين. طيب هذا المرحله اللي يسموها مرحله مقاومه الانسولين، اذا طالت ولم يدارك الانسان امره ولم يتخذ تدابير يصبح من مرضى السكر، عافاني الله واياكم. المرحله المهمه الان ولا السؤال المهم الذي يطرح نفسه، كيف يتخذ الانسان تدابير وكيف يقي نفسه ولا يعالج نفسه لما يكون في هذا المرحله؟ الاعراض ولا لي سامبتوم قلناها، الزوائد الجلديه، النسيان ونقصان الذاكره وتكييس المبايض والجوع الشديد والمتكرر وثبات الوزن، هذه الاعراض اللي نعرف بها باللي رانا في مرحله مقاومه الانسولين. الان ما هي الحلول؟ ما هو العلاج؟ ماذا يفعل الانسان لما يتاكد انه راه في مرحله بخي ديابيتيك ولا مرحله مقاومه الانسولين؟ طيب العلاج الاول المطلوب منك شو هو؟ انك تخفض الانسولين في الجسم تاعك، تخفض قدر المستطاع الانسولين في الجسم تاعك. طيب كيف اخفض الانسولين في الجسم تاعي؟ طيب من الاشياء التي تساعد اللي راه ينصح بها الاطباء وينصحوا بها العلماء وينصحوا بها جميع المختصين في هذا المجال، التي تساعد على تخفيض الانسولين في جسم الانسان هو الصيام المتقطع. الصيام المتقطع، مثلا تصوم يوم وتفطر يوم، تصوم يوم وتفطر يوم، او مثلا صيام الاثنين والخميس. اذا الصيام له فوائد كثيره كثيره، من بين فوائد الصيام انه يخفض الانسولين في الجسم تاعنا. طيب هذا الحل الاول. الحل الثاني الرياضة بانتظام، ما تقوليش انا ندير الرياضة ونهار ندير وسمانة ما نديرش ومن بعد يومين ندير، لا، الرياضة بانتظام، ممارسة الرياضة المستمرة وبانتظام تساعدك على القضاء على مرحلة بخي ديابيتيك. العلاج ولا الحل الثالث هو اللي يتبادر في ذهن جميع من يتساءل، هو التقليل من السكريات، التقليل من النشويات، التقليل من الأكل بصفة عامة، ولا تقليل من الأشياء اللي فيها السكر، وبصفة خاصة السكر الأبيض والدقيق الأبيض.
هما عدوان لذوذان للإنسان، وخاصة في موضوع السكر، السكر الأبيض والدقيق الأبيض. في هذه المرحلة لابد أنك تقلل قدر المستطاع من السكر الأبيض والدقيق الأبيض اللي هي الفارينة. طيب، كذلك من العلاج ومن الحلول الخضر، الإكثار من تناول الخضر، وخاصة الخضر الورقية التي تسمى بالخضر الورقية. طيب، من الحلول ومن العلاجات كذلك النوم الجيد، أنك ترقد مليح، النوم الجيد. كذلك من العلاجات البعد، كل البعد عن الغضب والقلق والستريس بصفة عامة. بالنسبة للأدوية ولا الفيتامينات، عندنا فيتامين دي، أن يتناول الإنسان فيتامين دي بشرط عدم الإكثار من فيتامين دي، وحبذا أنك تستشير طبيب. فيتامين دي، أوميغا 3، أوميغا 3 كومبليمون أليمونتير ما شاء الله مفيد للجسم، تشري علبة أوميغا 3 وتتناول كل يوم كبسولة واحدة من فيتامين أوميغا 3، أو يشري الإنسان ملتي فيتامين، متعدد الفيتامينات هاي موجودة وراي أنواع كثيرة، يشري ملتي فيتامين ويشرب كل يوم واحدة. ويركز كذلك في هذه المرحلة على فيتامين الزنك، عندنا نركزوا على فيتامين دي ونركزوا على فيتامين زنك، مفيد جدا في هذه المرحلة. كذلك شيء مهم جدا هو الماء، الإكثار قدر المستطاع من الشرب من الماء، خاصة صباحا عن الريق، على الريق، صباح على الريق تكثر من شرب الماء، وخاصة قبل الأكل وبعده. قبل الأكل تشرب كاس، بعد الأكل تشرب كاس، إكثار من الماء قدر المستطاع. طيب، شعال دوم هذا المرحلة، مرحلة العلاج ولا مرحلة الوقاية للقضاء على مرحلة بخي ديابيتيك ولا مرحلة مقاومة الأنسولين، تدوم من شهرين إلى 7 أشهر. إذا اكتشفت أنك في مرحلة بخي ديابيتيك ولا مرحلة مقاومة الأنسولين، ذكرنا لك العلاج الذي تقوم به، وتداوم على ذلك من شهرين إلى 7 أشهر، وبالتالي تتخلص من هذا المرحلة وتقضي كليا على مرحلة بخي ديابيتيك أو مرحلة مقاومة الأنسولين، وترجع إنسان عادي. إن شاء الله نكون فعناكم بهذا النصائح، بهذه التوجيهات، وأعتبره شيء مهم، هذا شيء مهم. لذلك بارك الله فيكم، من شاهد الفيديو واستفاد منه بارك الله فيكم، بارتجوا الفيديو هذه، بارتجوها مع أصدقائكم، مع أحبابكم، مع جميع الناس الذين تعرفونهم، حتى يستفيدوا وحتى تعم الفائدة. لأن الصحة 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 شيء مهم، وجب نركزوا عليه مليح قبل أن نصاب بالمرض. أسأل الله عز وجل التوفيق لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، والسلام عليكم ورحمة الله.